الحقيقة سنويا تعودنا أن يعني برنامج بين الناس وفضائية صلاح الدين أن نحضر مثل هكذا احتفالات. اليوم الحقيقة انطباع غير طبيعي بفرحة المولد النبوي المبارك. يعني اليوم كثير من العالم تتكلم عن موضوع الفرح لا يجوز والكذا لا يجوز وأطعام الطعام. أخوان، الفرحة تأتي إذا أنت يأتيك طفل ولد، كيف بهذا سيد الخلق حبيب الخلق اللي خلقت الدنيا من أجله؟ نفرح، لابد أن نفرح أخوان. الحقيقة اليوم مع هذا التجمع المبارك، بداية معنا السيد هاشم عبد الله النامس اللي عودنا دائما على أنه نحضر في هذه الأماكن. حياك الله سيد. حياكم الله يا خير مقدم، شرفتوا سيد. اليوم الحقيقة نحضر هذا التجمع المبارك بمناسبة المولد، كيف ترى الانطباع بهذا الاحتفال الكريم؟ والله احنا اليوم نحتفل بمولد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، سيد الكائنات، قائدنا، شفيعنا، يقف على الصراط يقول أمتي أمتي، كيف ما نفرح بميلاده؟ فهذا يدل، عيد الميلاد يدل حبنا للحبيب صلوات الله وسلامه عليه ورضاء الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهين أطفالنا وعوايننا تسألنا ما هذا الاحتفال؟ نقول لهم عيد ميلاد سيد الكائنات شفيعنا، ويسألون ونجاوبهم ويفرحون. تعلموا من هذا عيد الميلاد أن لهم نبي يصلون عليه. فنحن نحث الأمة الإسلامية بالاحتفال، كيف إذا جاءنا ضيف أو كان ما يكون نحتفل به، وأمواتنا نسول لهم دائما إيش؟ ثواب وصدقات وندربلهم، والله أمرنا بهذا. فإحنا الأفضل أن كل أعمالنا ومأدوبات الطعام هذه كلها لأجل الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وهين الحبيب عندما يشوف الأمة بخير يفرح، وعندما يشوفنا إحنا في ضيق أيضا هو يكون في ضيق. شيخ عياد، الحقيقة اليوم نحضر هذا الاحتفال المبارك. اليوم الحقيقة كل الناس لها فد خصوصية في هذا اليوم المبارك. كيف تقرأ الاحتفال بالمولد النبوي وهذه التجمعات المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صاحب الذكرى العطرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين. بادئ ذي بدء أتوجه إلى الله تعالى بهذه المناسبة العطرة أن ينشر علينا رحمته وأن يعم السلام والأمان على بلدنا وعلى سائر بلاد المسلمين. حقيقة عودتنا هذه التكية الرفاعية المتمثلة بالسيد مصطفى السيد صابر الشيخ خلف الرفاعي في كل عام، وهو يحضر هذا الجمع في تكيته المباركة إيذانا ببدء الاحتفال للرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا الاحتفال هو يعني باعث حقيقي لصدق المحبة المنبعثة من هذه الأمة لشخص نبيها عليه الصلاة والسلام. حقيقة عندما دخلنا إلى هذا المكان المبارك، وفي كل سنة أول ما وقع نظرنا على قوله تعالى في اللافتة المثبتة خلفنا من سورة يونس، وهي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة، كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة المهداة. فهذا الجمع وغيره من الجموع
يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه رحمة وعلى أنه الرحمة المهداة للعالمين. حقيقة اليوم قدمت من مدينة سامراء ورأيت احتفالا كبيرا في جامع الملوية، وقد حضره أكثر أهل سامراء وهم يرفعون الرايات مثبت عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا البهجة وهاي الفرحة هي خير تعبير صادق حقيقة. يعني كما تفضل السيد، يعني طبعا نشكر قناة صلاح الدين الفضائية وهي تغطي هذا الحفل كما عودتنا في كل احتفال، أنه التعبير الصادق هذا في هذا اليوم هو يعني في ليلة 12 من ربيع الأول عندما يحضر الناس في هذا اليوم هو تأكيد لذلك اليوم الذي عظمه رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة قالوا يا رسول الله نراك تصوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، فجعل يوم ولادته عبادة عليه الصلاة والسلام. وحقيقة قبل أن أختم أذكر حادثة هي كانت بداية النور الإشعاعي على وجه هذه الأرض المباركة بولادته عليه الصلاة والسلام. فلما ولد عليه الصلاة والسلام جاءت أم أيمن بركة، عفوا ثويبة الأسلمية، كانت جارية عند أبي لهب، فقالت له يا سيدي لقد ولد هذا اليوم مولود اسمه محمد لعبد الله بن عبد المطلب. ففرح أبو لهب بولادة هذا المولود وقال أنت حرة أنت حرة، فأطلق عبوديتها. حتى أن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى ذكر أبياتا من الشعر وهو يسطر هذه الحادثة فقال إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. أعزائي المشاهدين، الحقيقة في هذا التجمع المبارك الكل تعبر عن فرحتها بمولد الفخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة اليوم احنا يعني منذ الصباح الباكر نشوف نحر الأضاحي والفرحة وتوزيع الحلويات، هذا يعبر عما بداخل كل مؤمن وكل مسلم. شيخي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم الحقيقة يعني فرحة تعم كل أوساط الأمة العربية والإسلامية بمولد فخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كيف ترى اليوم هذا الاحتفال وهذا، هل هناك مستقبلا إن شاء الله ترى في الأفق يعني توحيد بهذه الذكرى للأمة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هناك شعار ظهر في الفترة الأخيرة حقيقة أنا يعجبني، وهو حقيقة محمد يجمعنا صلى الله عليه وسلم، إذا افترقت الأمة فيجمعها حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل ما ابتعدت يجمعها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما على المسلمين إلا الالتفاف حول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نبراس لهذه الأمة إلى يوم القيامة. وما هذه الجموع الغفيرة إلا لتعبر عن فرحها وسرورها بمولد فخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أول شيء الحمد لله الذي أنار الوجود بولادة أعظم مولود سيدنا محمد الحبيب المصطفى والرسول المجتبى، هذا الحبيب الذي تفاعل الكون كله بولادته، نار فارس خمدت لأجل ولادته، جفت بحيرة ساوة، بوجهه يستسقى الغمام، وهو غلام أخذه عمه إلى الكعبة فوضع وجهه الشريف أمام الكعبة فنزلت الأمطار. الحبيب عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ عيسى البينوني، يقول تخيل أنه دار حديث بين الأرض والسماء، فقالت السماء للأرض يا أرض أنا الرفيعة وأنت الوضيعة، أنا المنورة وأنت المظلمة، يا أرض هل لديك مثل النجوم الزاهرة، هل لديك مثل الشمس والقمر؟ فرح قلب الأرض وانكسر، فاطلع عليها الحق ولها جبر، فعندما ولد الحبيب وجاء السرور ونفح طيب، قالت الأرض للسماء هل لديك مثل هذا المولود، هل لديك من سمي بسيد الوجود، إن كنت تفخرين علي بالشمس والقمر فعندي وزيرا أبو بكر وعمر، وإن كان سطحك بالأنوار ممتلي فعندي صهراء ذو النورين والكرار علي،
وكأن السماء تمنت ولو تنشل نعله ولو مرة واحدة فأكرمها الله بالإسراء والمعراج. الحبيب عليه الصلاة والسلام قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا، أي هو وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو فرحة للعالم بالأجمع. أهنئكم وأهنئ العالم بالأكمل بولادة سيد الكائنات عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. أكون الموفقين. الله يبارك بكم. معي الشيخ والسيد والطيب، الله يبارك بعمرك شيخ مصطفى، كيف تحدثنا عن هذه الفرحة اليوم وانطلاقة المولد الحبيب من السادة الرفاعية صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله يا أخي الكريم، أولا أرحب بالجميع، حي الله الجميع على مائدة كرم سيدنا محمد رسول الله. هذا المجلس المقام وهذه البركات اللي قدمت ما هي إلا من مائدة كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعت شعار، والشعار هذا من سنين، ذكرى المولد نظهر ما في قلوبنا من بهجة وسرور وفرح بما يوافق كتاب الله سنة رسول الله. ما عندنا شيء يصادم شرع الله، منهجنا طريقتنا، المنهج بالعموم منهج التصوف، طريقتنا بالخصوص ما فيها مصادمة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أريد أزيد على ما تفضلوا بأحبابي وأخواني وضيوفي الكرام، إنما أقول اجتماعنا لله وملتقى للأحباب، ملتقى لله، سلام لله، محبة لله، مزاورة لله، بذل لله، إكرام لوجه الله، كل لوجه الله تعالى على حب سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.